اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. الاثنين النهارده يعني اجتمعنا مع فريق العمل وقلنا نص الاسبوع يبقى سمك، يبقى لطيف نقدر ان احنا نعيد الحلقه في نهايه الاسبوع ان شاء الله. معانا سمك النهارده جزل. الجزل دي ممكن تكون قاروص، ممكن تكون لوت، ممكن تكون وقار، ممكن تكون سمكه الكنعد اللي هي الدراك. هنعملها برياني من المطبخ العربي ونشوف ايه قواعد عمل البرياني بطريقه بسيطه وسهله. معانا جمبري لحم النهارده جميل، هنعمله كفته الجمبري بالبرغل، نشوف نعملها مع بعض ازاي ونقدم معاها صوص طماطم او مايونيز او صوص وايت صوص زي ما احنا حابين. معانا طبق شوربه جميل جدا النهارده، شوربه الجندفلي لها قواعدها الاساسيه بالكرفس، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واعتقد ان الشوربه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مع اكله السمك النهارده في تفاصيل كتير، في معلومه غير معلومه، وكمان في تركايه المغازي المعتاده ازاي نعمل اكله سمك بدون ما زفاره، بدون ما يكون مطبخنا مكركب، وفي نفس الوقت كمان يبقى طعمها مميز. استاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن الطعم مميز. ازاي يا عم الشيف؟ النهارده اكله السمك اللطيفه دي ممكن ناكلها في اي مطعم بندفع فيها مبلغ وقدره. ايه المشكله لما تعملي السمك في البيت؟ بتروح اي حلقه سمك، واحنا عندنا بصراحه بورصه السمك والاسماك عندنا بنصدرها للدنيا كلها، وتشتري شروه السمك بتاعتك وتروح على البيت. معاك شيف شاطر بيديك التركايه وبيقول لك على الطريق السليم انك انت تعملي اكله سمك بدون زفاره وبتفاصيل بسيطه وسهله. هعمل النهارده البرياني بالسمك الجزل. الجزل دي تطلق على اي نوع سمك وزنه كبير، يا اما دراك اللي هو الكنعد، يا اما هامور، يا اما قشر بياض، يا اما شعور، اي نوع سمك وزنه يتعدى ال 2 كيلو. معانا سمك جزل النهارده، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، معانا البهارات العربيه، معانا زعفران، معانا رز بسمتي ده في المقادير، ولكن الاساس في البرياني البهارات العربيه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه مع اكله سمك النهارده تتحدث عن نفسها. نبدا الاول نقطع البصلايه دي شرايح مع بعض عشان عايز طعم البصلايه المقرمشه في البرياني بتاعي. طعم البرياني مع الكزبره الخضراء بيبقى لطيف وجميل. بصلايه بالشكل ده كده. السمك الجزل بنحضره طبعا وبنتبله. بنتسال على السوشيال ميديا دايما يا شيف مغازي ايه السمك اللي يصلح ان احنا نعمله مع الرز. عد على اصابع ايدك العشره كده اي نوع سمك وزنه، يعني بدايه من البلطي خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها. جبت السمك البلطي الوزن الحبه تقريبا 750 جرام او تقريبا نص كيلو، تقدر تستخدميها مع طبق رز انت حباه. البصلايه زي ما هي كده بتنزل طبعا تتحمر من غير توم زي ما هي كده، بنحط لها بس التوابل بتاعتنا، التوابل الناعمه، التوابل الخشنه، منها معانا شويه بابريكا حلوين، شويه كركم محترمين، شويه كمون اساس السمك، حلو الكلام، الفلفل الاسود بتاعنا. بتبدا البصلايه تاخد اللون، هنقلبها مع بعض كده زي الفل. دي اول مرحله. طبعا الطبيعي لازم يكون معاكي حله على النار فيها ماء مغلي، واحنا هنحول الماء ده لبوكيه جارنيه يبقى لطيف معايا، استخدمه فليفر لطيف وحلو. عندك راس سمكه حطيها في قلب الميه، عندك كرفس وبصل وتوم وحبهان، كل ده بينزل في حله الميه اللي بتغلي اللي مخرجنا الجميل حافظ مكانها. زي دي كده معانا بنحط فيها كل المكونات اللطيفه دي. اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، بصل كرفس كل ده مع بعض، هي دي اساسي معايا. حلو الكلام، اسيبها تغلي كده وقت شويه. البصلايه هنا بتتحمر زي الفل. على البصلايه ما تتحمر بناخد السمك بتاعنا اللطيف ده نتبله مع بعض. حلوه التتبيله بتاعت السمك الطبيعي، البهارات الجميله الحلوه. احنا بنعمل المطبخ ده المطبخ العربي. ادي السمك الجزل شايفاه ازاي، اللهم صل على النبي. الواحدة تعمل لها تقريبا 250 جرام، دول كام؟ أربعة. دايما لما تعملي البرياني يكون عندك الحلة اللي هي المدورة اللي هي تعتبر زي بتعملي مقلوبة كده. احنا عايزين نعمل البرياني ده كده يبقى السمك
الرز، البصلايه المقرمشه، وفي الرز بتحط في الاخر وبعدين يتقلب في قلب السرفيز. فلازم يكون عندك حريصه ان يكون في حله بالشكل اللي معاك ده كده، عشان لما تنزل في الطبق المدور تنزل بالشكل ده. موجود معانا الحل. هنتبل السمك بتاعنا ببهارات لطيفه كده مع بعض، معلقه هريسه او فلفله حلوه معانا كده بالشكل ده، فص ثوم محترم ينزل كده، تتبيله لطيفه حلوه عشان السمك ده ياخد شخصيته، معانا زيت شديد الحراره بنحمر السمك ده تحميره حلوه كده سريعا. اذا انت هتقلي سمك مش لازم تحط زيت على السمك خالص، عشان شويه الدقيق اللي هتحمري فيهم السمك يمسكوا مع السمكه بتاعتي. حلو، ناخد الدقيق ده كده، وكل ده يا عم الشيف يتقلب مع السمك. حلو الكلام، حلو الكلام. عصره ليمون حلوه احتراسا لاي زفاره، ونقلب السمك ده يا عم الشيف. عندنا زيت شديد الحراره، بناخد السمك ده كده زي ما هو اهو في ايديا كده. اخبار الزيت ايه؟ تمام الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله تخش جوه وبره كده حبايبي اهو، هي زي ما هي كده. على فين دي يا شفيق؟ على فين؟ قول لي قول لي قول لي، ولا تخبيش في قلب الزيت. كمان واحده شفت ايه الجزله الحلوه دي. طب ينفع يا شيف مغازي ناكل السمك ده بطريقه تانية غير الرز؟ ينفع يتعمل صينيه بالبطاطس والوايت صوص؟ ما اقولكيش، تاكل البطاطس وتسيب السمك للضيوف. شفت ازاي حته السمكه سريعه. انا بيسالوني دلوقتي في الاربيز، ليه حمرت السمك في الزيت يا شيف قبل ما تحطه مع الرز؟ عشان احافظ على شخصيته وما يتهريش معايا. انزلي يا حلوه في قلب الزيت. دول كفايه قوي، بنخليه دي كده على جنب، لان ما ينفعش ان احنا نحط اتنين فوق بعض. انا عايز التحميره الحلوه دي تظهر كده بالشكل ده كده اهو، واسيبه في قلب الزيت يعني لغايه لما ياخد الصدمه الناريه بالشكل ده كده اهو. مخرجنا بص عليه، هو ده السمك عايم في الزيت بالتتبيله اللطيفه الحلوه. ومعايا بصلايه سامع صوتها على النار بتناديني اهو. حلو الكلام. نبص على البصلايه بتاعتنا، ايه اخبارك يا حلوه؟ خدت لون، خدت لون، اتحمرت بالتوابل، اتحمرت بالتوابل. دي ناقصها حاجه، ايه اللي ناقصها؟ تاخد اللقب العربي الخليجي، المطبخ العربي الخليجي. ايه هي مصطلحات المطبخ العربي واساسياته؟ هناخد فرسان التلفزيون المصري ونشوف الطبق الجميل فيه خمس ست انواع من التوابل او البهارات. اللومي اللي هو الليمون الجاف، القرفه اللي هي الدارسين، الورق اللورو اللي هو ورق الغار يسموه، القرنفل اللي هو المسمار، وما ننساش الحبهان ده اساسي معايا اهو. ايه رايك احطه هنا كده وناخد عليه كلوز حبيبي مخرجنا؟ الله يرضى عليك، حلو قوي. البهارات دي يا اخوانا هي دي سر اسرار المطبخ العربي اللطيف. زي الفل. ايه الابداع ده؟ هنشتغل مع اللومي ده كده، ناخدها بصلي مش عايزها، انا عايز اكسرها معلش. ايوه ده بس خلاص، دي مهمه جدا الكسره دي، تنفع تحطها سليمه يا شفيه. التركيه هنا بص كده، حبيت اللومي دي الحميضه الحموضه بتاعتها مع البصلايه اهي، هي دي. ناخد الباقي بقى ننزل بيه، الحبان، القرفه، الورق اللورو، اتنين من اللومي السلام، كل ده مع بعض كده. البصلايه جاهزه، ننزل بالكزبره الخضراء بتاعتنا ونقلب الكشنه اللطيفه دي، اسمها يا شيف تاني كشنه نقلبها كده الله، دي اللي هتخلي الرز يتكلم عربي. شفت الحلاوه؟ هو ده هو ده الله. تاني عملت ايه يا شيف؟ بصل جوليان من خير ارضنا، حطيناه مع زيت زيتون وعلقه زبده، اتحمرت البصله واتقرمشت زي الفل. بعد كده بننزل بالتوابل العربيه الخمسه، عد على صوابعك لومي، ليمون جاف، قرفه، دارسين. انا بقول المسمى العربي والمسمى اللي عند العطار، حبان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار يسموه، والورق اللورو بالشكل ده كده. حلو قوي. التوم معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد شويه توم زي الفل،
ونقلبهم كده معلقة صوص طماطم كهربانة الحلو ده كده، زي الفل. نقلب دول كده معانا. تمام. بنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي واحنا مع بعض؟ يلا اهو بس دي تغلى على النار كده، وابص على السمك بتاعي اخباره ايه. يلا مع بعض اهو. يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ ارفع السمك، بص عليه، بص على الحلاوه دي، بص على الكهرمانه دي. اهو ده السمك بتاعنا. اهو الجزده دي، شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه دي؟ الحلاوه دي عندنا وبس. اهي التتبيله، الكفر بتاعها اللطيف الجميل، البرونز الجميل الحلو ده كده، بخليها على جنب تهدى كده وتنزل الزيت بتاعها. تمام. وعند الكشنه جاهزه، وعند الرز البسمتي اه زي الفل. الرز البسمتي ده هنتعامل معاه ازاي يا عم الشيف؟ احنا مع بعض في طاسة على النار، ركزي معايا عشان الموضوع هنا مهم جدا. موضوع البرياني ده له قواعد. في طاسة على النار اهي، بحط في الطاسه دي شويه زيت صغيرين، اللهم صل على النبي، وانزل بالرز البسمتي في قلب الطاسه. يا ويلي، ايه الجو اللي بتعمله ده يا شيف؟ واحده واحده، ونقلب الرز البسمتي في قلب الطاسه يشرب شويه الزيت الحلوين دول كده عشان يدي لمعه. ونرجع لحله البركه، اللي هي الحله اللي بتغلى على النار، اللي فيها بوكيه جرنيه بدون اي مكسبات طعم من المطبخ بتاعي. هتطلعي جزرايه بصلايه تاخديها زي الفل. نقلب كده، مش هنحط توابل على الرز، خلي بالك، انا بس بقلبه في قلب الزيت كده يشرب شويه زيت. وناخد الشوربه بتاعتنا الجميله اهي. يلا مع بعض. يا ويلي، هو ده. انا بحضر الرز. الرز هنا جاهز، بيستوي تقريبا تلات ارباع سوا او نص سوا بالشكل ده كده. شفت انا ما جبتش ميه من الحنفيه ولا ميه من البراد بتاع الشاي خالص، الميه دي من البوكيه جرنيه بتاعي. والله عندك بقى شويه جمبري بيغلوا هنا، تبقى انت احسن مني. عندك راس سمكه حلوه بتحطيها مع البوكيه جرنيه ده وعملتها قبل كده. ديل سمكه. ونسيب الرز ده يغلي حلو قوي على النار. وعندنا الكشنه بتاعتنا جاهزه بالشكل ده كده، جاهزه اهي زي الفل. شفت الجواد؟ هو ده اللي انا عايزها. زي الفل. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بشيل الكشنه دي في طبق جانبي، ناخد الطبق ده كده ونرفع الكشنه دي فيه. ركزي عشان الموضوع هنا شيق وفي خبره طهويه خبره السنين. ناخد الكشنه دي ونسيب اثار ليها في قلب الحله. عايز الشويه دول حلوين قوي. عود قرفه مع حبايه لومي مع شويه بهارات زي الفل. واعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السمك بتاعنا ده كده زي ما هو كده ينزل هنا. الله، هنقفل دي بس كده مع بعض عشان السادة المشاهدين نبقى واقفين عند محطة كلنا عارفينها اهو بالشكل ده كده، خطوة خطوة. وناخد شوية كشنة تاني من اللي معايا. الله الله، شفت الجو ده كده؟ السمك هنا بقى عايم في الحب، عايم في العشق. الله عليك يا عم الشيف. وناخد شويه شوربه حلوين من هنا كده مكان السمك، وننزل بهم كده زي الفل. واخد بعضي دلوقتي واجري اطلع فاصل صغير، واسيب السمك يتنسل مع الكشنه اللطيفه عند رز بيستوي هنا تلات ارباع سوا. هنكمل الحدوته والحكايه الابداعيه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة واللحظات الأخيرة لولادة برياني بسمك جزل. الجزل ممكن تكون لوت وقار هامور الشبيات شعور بولتي من خير مزارعنا، أي نوع سمك بيبقى الحسك فيه أو الشوك قليل. حسك يعني شوك عشان نبقى عارفين الموضوع. هنا الكشنة السمك عايم فيها، الخبرة الطهوية كلها في قلب الحلة دي كده. هناخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده اتسلق تقريبا نص سوا زي ما هو كده بص على الرز كده قبل ما احطه مع السمك بالشكل ده. حطيت ايه يا شيف؟ بهارات، هم شويه الملح، ما حطيتش غيرهم حتى نسيهم كمان زي الفل. ممنوع تحط اي بهارات خالص، اعتمدي على الكشنه بتاعه السمك، لان الرز ده لما ينزل عليها دلوقتي هتاخد الطعم وتاخد الفليفر بتاعها. ناخد الرز ده كده بعد ما حطيناه في شويه زيت زيتون وقلبناه، نزلنا عليه ببوكيه جرنيه من الميه المغليه اللي عندي وشويه الملح زي الفل. ناخد الرز زي ما هو كده عشان نخلص من الاكله دي. الله العب. تاني يلا معانا. بنرسم لوحه فنيه طهويه. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ طبعا في الكشنه فيها بيون فيها شوربه. مش عايز ميه الرز؟ ملهاش عوزه يعني، انا عايز كده شويه الرز الحلوين دول كده زي الفل. اكون حريص ان انا ايه اخد كل الرز. نعم يا غالي. لا يا مخرجنا، الرز المصري ممكن في المقلوبه يعني، انما البسمتي ده اساسي طبعا. بيسالوني بيقولوا لي ينفع نعملها برز مصري؟ لا، رز بسمتي. واختاري نوعيه رز جيده، يكتبوا على الكيس كده حبه بيضاء طويله، هو ده انواع افضل انواع الرز البسمتي. بيسالوني على السوشيال ميديا برضو الرز البسمتي اللي بيستخدم في الكبسه، في رز حبتها صفراء وفيها رز حبتها بيضاء. حبه الصفراء مش حلوه، بتبقى عامله زي البلاستيك، خليكي مع الحبه البيضاء الطويله اللي مكتوبه على الكيس، بعد ما بتستوي بتبقى لونها بيضاء. الرز هنا جاهز، ناخد اللون الحلو بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، معلقه زيت هنا ونقلبهم بالمعلقه. ده زعفران، طبعا الزعفران ده انواع، ده البودر اهو يا دلعك. لوحه فنيه ونغطي الحلة بتاعتنا نكمرها وننساها لمدة 20 دقيقة. زي الفل. نغطيها بقى وننساها شوية، هو ده خلص البرياني بتاعنا زي الفل، ونهدي النار عليه. حلوة، نخش على اللي بعده. اللي بعده معانا كفتة الجمبري بصوص طماطم. ممكن نعملها بالوايت صوص، ممكن نعملها بالريد صوص، ممكن نعملها بالبنكي صوص، اللون البنكي يعني الاطفال بيحبوه او البنوتات بيحبوه. حلو الكلام. مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله، برغل جمبري لحم، ومعانا الكبه بتاعتنا اللطيفه دي اساسي عشان تطحن البرغل بتاعنا. ممكن نعملها بالرز، ممكن نعملها بالبرغل. تعالوا نشغل الكبه كده والمقادير على الشاشه، تكتبيها ورانا تسجليها زي الفل. ايه الاخبار؟ هو ده تمام. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. ماشي، معانا جمبري لحم، ومعانا برغل وتوم وبصل، والبهارات بتاعتنا شويه زعتر شويه روزماري والبصل والتوم، واساسي طبعا معانا صوص طماطم على النار زي الفل. نبدا نشتغل. هيتسال دلوقتي ايهما ان احنا نبدا بيه في الكبه، وده سؤال مهم جدا. خلي بالكم الحاجات اللي بقولها دي، التركات دي مطلوبه، ان انا لو نزلت بالجمبري دلوقتي ونزلت بالبرغل مش هيتم الطحن، فانا اطحن الحاجه القاسيه شويه اللي هي بتاخد وقت. البرغل معانا عشان تستفيدي بالبرغل ده يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بتتابعوني، سواء بتعملي كبيبه سواء بتعملي البرغل في اي اصناف، لازم تغسليه مره واثنين وثلاثه وتصفيه من الماء جيدا. يتغسل بميه سخنه ولا ميه بالحنفيه؟ لازم ميه من الحنفيه. حذاري تغسليه ميه سخنه، هيبوظ منك وهيفتول منك ومش هيظبط معاك العيار بتاعك. البرغل نزل في قلب الكبه، دول كفايه قوي زي الفل، ونشيله ورا. البرغل ده بيتاكل ني على فكره، البرغل ده احنا بنستخدمه في التبوله ني،
وتعالوا مع بعض نشوف ايه الاضافات للبرغل، ايه اللي هيخلي كفته الجمبري دي من ايدك زي الفل. الخضره والتوابل واللطافه زي مع بعض. معانا عود روزماري، بناخد الورق بتاعه. طب نسيبونا نشغل الكبه ونحط الحاجات مع بعض، ايه رايكم؟ عشان نكسب وقت. بعتذر عن صوت الكب. شوفوا المزيج معايا ده كده، بصوا عليه. طبعا هنا في امان، البرغل ده دايما هو سيد الموقف. يعني يا شيف تعملي كفته، بتعملي برجر يعني علشان اللحمه معاكي ما تفكش. دي سايبه يا شيف، ما تقوليش ان هي سايبه، زي ما هي كده زي الفل تمام اهو. ممكن على فكرة لو انت مش عايزة برغل تستخدمي رز، بس القواعد عمل الرز فيها شوية غلبة، البرغل أسهلهم. الرز لازم يتغسل في طريقتين، يا إما نطحنه بعد ما يتغسل كويس، الطريقة التانية يتسلق نص سلقة، وده ساعات ممكن يظبط معاكي أو بيظبطش. البرغل هنا آمن شوية، حلو أوي. معانا شوية برغل من اللي هو حب هنا، أنا عايزة تبقى مرملة، بنزل بهم كده وعجن العجينه بتاعتي دي مع التوابل مع بعض واحده واحده عشان تعمليها في البيت زي الفل. توابلنا يا عم الشيف العاديه، معانا من الكركم شويه، معانا البابريكا، معانا شويه كمون، دي التوابل بتاعتنا، والفلفل الاسود، ونقلبها مع بعض كده. وعندنا زيت شديد الحراره، نشيل دي من هنا ملهاش عوزه زي الفل، ومع بعض كده في وضوح نقلب كده. لا بيض مين يا غالي؟ هو الجمبري ده هتلاقيها شدت دلوقتي وزي الفل، والبرغل فيه صفة جميلة جدا، هادي وبيشتغل في سكون، بيشتغل في صمت، ينطحن بس ويتحط مع اللحمة أو مع الكبيبة. عشان كده دايما اللي بيعملوا الكبيبة إخواننا السوريين والشوام يطحنوها ويخلوها في التلاجة ساعة زمن ساعتين في التلاجة، تلاقيها شدت مع اللحمة وكلبشت وبقت كلها إيه؟ متماسكة. ليه؟ طبعا هنا بيختلط بالسائل اللي احنا حطيناه من الجمبري والبصل والخضره، فبيلاقي سوائل البرغل، فهنا بينسجم ويبدا يفرز الالياف بتاعته والقوام بتاعه. زي الفل. هنسيبها زي ما هي كده شويه، ممكن تحطها في التلاجة، ممكن تخليها زي ما هي
وهنشتغل فيها بعد شوية. دي كبة الجمبري بالبرغل، بعد شوية نيجي نقلبها مش هتتقلب معانا. والطبق كده جاهز وزي الفل. في طريقتين للعمل الكبيبة دي او لطرق عمل الكفتة دي، يا اما نعملها مشوية في الصينية، يا اما نعملها مقلية زي داوود باشا كده راس، وبعدين نقدمها مع صوص طماطم حسب الرغبة. تعالوا مع بعض نشوف اخبار البرياني في الفرن وصل لفين. ايه الجمال ده، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، وصلي على الحبيب. مكعبين من الزبدة بيتحطوا كده مع فص توم مفروم ناعم. شوف بقى، شوف اللي انا بعمله، دي التركية، الجو اللي انا بعمله ده الجو اللي هو الخبرة الطهوية. حلو الكلام. قرن فلفل حار، ماشي. كل ده مع بعضه بنخليهم هنا زي الفل، وبنغطي الحلة بتاعت تاني. نركز على التركية دي، الزبدة مع التوم الني في قلب البرياني بيخلي له شخصية قوية جدا وفليفر وتيست عالي. هنغطي الحلة ونسيبها برضو على نار هادية. هنعمل دلوقتي طبق شوربة، شوربة الجندفلي. نشوف نعملها مع بعض ازاي. انواع الشرب بتاعت السمك محدودة شوية، يا اما شوربة السي فود اللي احنا عارفينها زي الفل، يا اما شوربة جمبري، يا اما شوربة سي فود، يا اما شوربة سمك الوقار زي ما احنا حابين. بس الجندفلي نعمله شوربة، ليك الاختيار، يا تعمليها بالوايت صوص يا مع صوص الطماطم. هنطلع فاصل صغير ونرجع لشوربة الجندفلي بالكرفس. بالتأكيد الشتاء بيحب الشوربة الدافية الجميلة. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عندنا تحمير الكفتة، كفتة الجمبري اللي عملناها بتركاية لطيفة وجميلة. تعالوا نشوفها هنعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة. ومعانا شوربة الجندفلي هنعملها مع بعض، ومعانا البرياني اللي عملناه هنغرفه مع بعض. معانا باقي الطايم بتاعنا تقريبا 15 دقيقة، صح يا استاذ رحاب؟ تعالوا شوفوا هل هننفع نعمل الشغل ده لو انت بتعمليه في المطبخ. الطبيعي انك انت يكون عندك شويه تحضيرات، يعني زي ما انا شغال كده الجندفلي متفتح ومغسول وجاهز. نشوف مقادير شوربه الجندفلي يا شباب، لان ده عايز وقت كبير زي الفل اهوت. ده لازم نخلص من الرمله بتاعته، ولازم وانت بتفتحيه تحطيه في شويه ميه، لان الجندفلي ده طبعا من القشريات عامل زي الاستاكوزا والجمبري، بيحب الرمليات شويه، فبيبقى فيه رمله، فيه بتبقى واحده ميته قافله على رمله سودة، فدي طبعا ما ينفعش نلاقيها في الشوربه. شايفينه في ايدي، لازم ده تنقيه حلو قوي على فكره، وعشان ناكل الفص اللي جواه ده مهم جدا. معانا بزي، تعال نعمل طبق الشوربه ده، نحطه على النار ونشوف ايه التفاصيل مع بعض عشان نبقى كسبنا من الوقت. معلقه زيت زيتون في قلب الطاسه. حلو قوي، انا عايز طعم، يعني شويه الجندفلي شوف مغازي لما نعمله مش هيدون الطعم، فهقول لك على حاجه حلوه كده تتعلميها علشان يبقى الطعم بتاعك مميز. هتعملي ايه؟ بصلايه هنحمرها على النار بالشكل ده كده، مع شويه كزبره ينزلوا مع البصلايه. شفت الشقاوه بقى؟ عشان البصلايه لما تتعرض لزيت شديد الحراره بتديني فليفر وطعم. نقلب كده. ما تنزليش بتوم، لان التوم لو نزل هيسود معاكي ويبوظ لك طبق الشوربه. اشم ريحه الكزبره الخضراء مع البصله، حلوه قوي. معانا عود روزماري مع عود زعتر فريش، بننزل بيهم في قلب الطاسه. سرقت شويه جمبري، يعني عودين ثلاثه جمبري اهم، دول مطلوبين معاكي اهم 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 اهم. بص ثلاثه، واحده انا واحده انت واحده شايفين اللي معايا في الاستوديو حبيب. صحيين اهم، فين دول اهم اهم اهم، هو ده هو ده. ونقلب. هنا الطعم، حبات الجمبري لما تنزل بقشرها براسها، البيون بتاعي التست بتاعي بيديني شويه شوربه محترمين. ونقلب كده. الله، طبق شوربه حكايه. بنزل بالجندفلي اول الجمبري ما يغير جلده، يعني احمر كده ويقول لي انت عايز ايه. حلو قوي، شفت اللون ده كده زي الفل، شوربه الجندفلي.
بننزل بالجندفلي بتاعنا بعد ما روقنا عليه. ونجري لحلة الخير، الحلة اللي معايا دي فيها كل حاجة. خلصت الشوربة يا باشا. نقلب ده كده. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت اللي جوع ده؟ والجمبري يقول لك يا عم ده مش مكاني، ما انت عشريات يا عم، البحر فيه ثلاث قبائل، ثلاث عوائل، عشريات، رخويات، اسماك. عشريات يعني جندفلي، يعني جمبري، يعني استاكوزا، يعني ولاد عم دول كلهم مع بعض. يعني كابوريا. نقلب كده. ننزل بالفص التوم بتاعنا المحترم. وخلي بالك لما تنزلي بالتوم تقلبيه كويس، لان ممكن يرسي في واحده بس، تيجي تاكلي تلاقي كل التوم في واحدايه بس، وده بيحصل، فلازم تقلبيه كويس. ننزل بالبوكي جارني بتاعنا زي الفل. الله، يلا شفت انا بصفي ازاي؟ خلصت شوربه الجندفلي. مش هحط لا نشا ولا اي حاجه خالص، هكتفي بشوربه الجندفلي بنفس القوام علشان اكل البرياني. حطيتي بقى دقيق وحطيتي نشا، يبقى انت ناويه انك انت تقفلي نفس الضيوف بتوعك على طبق شوربه وخلاص. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ معلقه ذهب احمر. خلص كده. يعني ايه ذهب احمر؟ الطلاينة شطار قوي في المطبخ بتاعها. كل واحد يعني كل الجنسيات بتحب تبدع. فانا من حبي للوايت صوص والريد صوص سميت الريد صوص الذهب الاحمر، والوايت صوص الذهب الابيض. شايف اللون ده كده؟ كمان واحده. طبق الشوربه هنا خلاص بقى في طبق فوسفوري. خد اللون الفوسفوري ازاي؟ الخبره الطاويه. اسيبه كده على النار زي الفل. تعالوا نغرف البرياني بتاعنا. جاهز عشان نتفرج عليه على ما نحمر الكفته بتاعتنا وننزلها مع صوص طماطم. اتفقنا مع بعض؟ لما يكون عندي برياني بالشكل ده كده بجيب طبق مدور علشان عايز جمال البرياني يبان زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ بص عليها كده يا شفيق. بص عليها قبل ما اقلبها. لا مش تقلبش، تقلبش يا غالي. امال التعب والشقة من الاول ده ليه؟ شويه الزبده مع فص الثوم. شفت الحلاوه دي كده؟ زي ما هي كده. بنجيب الطبق، اللهم صل على النبي، ادعوا لي، ونمسكها كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، احنا هنخلص الحلقه ونمشي بقى، نقلبها بكره، ايه رايكم؟ زي الفل. هو ده، زي براحتك. تدفع كام؟ قول لي. العب يا سمك. هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت الجو ده كده؟ خلاص، هي دي الشطاره، انك انت تتعرف ازاي بتعملي في الاول وفي الاخر. بصل الاخضر ده انا بحبه مع الاكلات الحلوه دي كده، ده جرنش طبيعي انك بتعمليه في المطبخ بتاعك. واحنا عندنا البصل الاخضر في الموسم بتاعه بصراحه، مع اكله زي دي كده هيخليكي تاكلي معلقه واثنين وثلاثه. بعض اخواننا في الدول العربيه بيقدموا معاها الليمون الكبير. حلو، زي الفل. برضو هنقدم ليمون هنا لان البرزنتيشن او الشكل مطلوب. اللي عايز يعصر ليمون على السمك بالشكل ده كده. حلو الكلام. عندنا فلفل احمر زي ده كده. طبق زي ده تعبنا عليه، لازم يتقدم بشكل لطيف وحلو كده، بقى تحفه فنيه حلوه. ده البرياني بألف هنا وشفا للي ياكل. ناخد الكفته بتاعتنا ونشوف هنشتغل فيها ازاي. الشوربه جاهزه، نغرف الشوربه زي الفل. الشوربه جاهزه للتقديم في قلب الطبق زي الفل. ناخد الشوربه بتاعتنا جاهزه. يلا يلا، تحب تشوف الشوربه كمان؟ الشوربه معانا. يلا، اللهم صل على النبي. هو ده يا ولد على الجمبري.
الف هنا وشفا يا عم الشيف. للامانه عايز اظبط الدنيا شويه، قلبي مش بطواني. نقلل الشوربه دي كده واقول لكم والله الشوربه دي هتروح على فين، بس عشان نعلمك المطبخ ازاي ماشي. دول انا اشربهم، دول كلهم فسفور عالي جدا. بس انا عايز اعمل حاجه بيهم. نروق الطبق بتاعي كده. انا عملت شوربه الجندفلي، جواها ثلاث عيدان جمبري، ثلاث جمبريات يعني. السماكين يسموهم ثلاث عيدان، يقول لك اديني ثلاث عيدان ثلاث عواميد. طبق الشوربه كده جاهز. از كابوريا. حلو، تعالوا نعمل الكفته بتاعتنا سريعا كده. صوص الطماطم جاهز. مخرجنا الجميل بس نشوف التركيه مع بعض، الله يوفقك. الشوربه اللي انا خدتها اهي هو ده. شفت الشوربه دي كده؟ دي ده بينفع. ده في الشتاء اهو، هو ده. ده على فين؟ على فين؟ هو ده. ده على صوص الطماطم. يا ويلي يا ويلي، ده لما تقدمه على الكفته اللي انا عاملها دلوقتي. وننزل بهم كلهم، حمر الكفته تنزل تعوم في قلب الصوص ده كده وتقدمها. يلا يا عم الشيف، تعالوا مع بعض نعمل الكفته. ناخد بعضينا ونقف جنب الزيت، اللهم صل على النبي. يلا نقف هنا مع بعض كده شويه زي الفل. عايز ايه بس قول لي؟ عايز قول لي الصينيه. حاضر، قول لي. لا تتكسى يا عم، انا معاك. انت راجل بتجتهد في عملك وانا عارف ليك هدف. عايز تشوف، عايز تمسح دي كده عينيا. حاضر. حاضر، قول لي كده كده. حاضر، تعالوا مع بعض نشوف هنحمر الكفته ازاي. يعني 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 معلقه، وعندي شويه زيت في طبق. الله، اللهم صل على النبي. شويه زيت كده، ده الطبيعي. انا بس عايز اوريك البرغل شد ازاي. وزيت شديد الحرارة معايا زي كده، اللهم صل. واحط المعلقة في الزيت واشتغل، وانزل في قلب الزيت بتاعي. ممكن على فكرة تحط المعلقة في قلب الزيت السخن ده كده وتستخدميها كده زي ما انا شغال كده. دي طريقة برضو، بس اخاف الزيت السخن ده يجي على ايدك كده عليا. خليكي مع الزيت البارد. والتحمير يكون بحرص شديد جدا، مفيش واحده تنزل على الثانيه. اوعي تقلبيها، ازعل منك. ولازم الزيت يكون شديد الحرارة. كفتة الجمبري بالبرغل اهي، احنا مع بعض هنشوف الفلاير بتاعنا او القلاية بتاعتنا هتديني ايه في الاخر. ومعانا صوص طماطم بجد، هي قرف معتق، واخد طعم الجمبري، طعم الجندفلي، اتحول لحاجة تانية، بقى صوص طماطم، بقى صوص الفسفوري. دول كفاية؟ عينيا. زي الفل، نشيل كل ده من هنا، يلا. ونجيب طبق التقديم. طبق التقديم ده سمكة حلوة زي دي كده، نخليها هنا حلوة عشان مخرجنا بيحب الإيه؟ التلوين. اللهم صل على النبي. طبعا السفرة بتاعتنا لازم يكون عليها طبق سلطة حلو طبيعي، عاملة خروف، عاملة فخدة ضاني، السلطة مطلوبة. عجبني قوي شكل البرياني بالشكل ده كده. نعم، حاضر، أوريك السمك. عايز أشوف السمك على الوش. مخرجنا مش سايبني في حالي. بص بص على الحلاوة، بص السمكاية، بص السمكاية طالعة، بص شوف التفاصيل دي بالله عليك. شفت البياض والحلاوة؟ جيب البقى. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ويلي يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. الف انا وشفا ده كمان. الف انا وشفا. السمك تحت اللي عايز ينزل يعوم. حلو، تمام. تعالوا مع بعض نشوف الكفته اخبارها. انا بس مش عايز اجي جنبها دلوقتي.
شيل دي من هنا كمان. العب يا حلاوة. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. والكفتة بتلعب في الزيت. فينك يا جمبري؟ اه ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الحلاوة دي؟ ناخد صوص الطماطم بتاعنا ينزل بينا كده. اللهم صل على النبي. ناخد الكفته بتاعتنا بعد ما خدت اللون. يلا يا عم الشيف عشان وقتك خلص. الله تعالي يا حلوه. هنا تركية بقى كده بتاعت المغازي، رشه البهارات الحلوه. هو ده هو ده هو ده زي ما هي كده. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده تفاصيل بسيطه وسهله، ولكن الخبره الطهويه هنا تتفوق على التقديم والاعداد. ان احنا نعمل اكله سمك لها طعم تاني، لها شكل تاني، بمدرسه تانيه من المطابخ العربيه. عملنا البرياني، عملنا كفته الجمبري بالبرغل ابتكار الشيف المغازي، عملنا شوربه الجندفلي بالكرفس، والتركايه هنا التلات عيدان الجمبري اللي انا هاكلهم بعد الحلقه ما تخلص. رؤيه فن ابداع مع اكله سمك. ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن نعيد الحلقه يوم الخميس حسب الخطه الاعلانيه. رؤيه فن ابداع من ماسبيرو. We'll be right back.